ما لما وقف في الشقة حازم عند مدينة الإعلام اتحولت المدينة جوه إلى ثكنة عسكرية. طب انتوا كنتوا فين لما الناس عاوزين يخشوا القصر، قصر الرئاسة؟ كنتوا فين لما حوصر المسجد وأوذي واتكسر؟ يعني مدرعات، لما قال لهم بس جاي اسم الدقي مدرعات حوطت الاسم والدنيا وقفت ولم تقل. انتوا ايه بالظبط؟ انتوا مع مين بالظبط؟ عشان نفهم بس الوجهه فين بالظبط. يبقى الشاهد من كل ذلك ولله الحمد والمنه، وهذا يعني يشهد الناس على المسلمين انه في وسط هذا لم تؤذى كنيسة بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان نقول لهم احنا مش محتاجين ولا الكنائس محتاجة لحراستكم، انتوا اللي كنتوا بتعتدوا على الكنائس علشان ايه؟ دايما تشعلوا لها وتقول في فتنة طائفية عشان تشتغلوا. وكنيسة القديسين خير دليل عليكم ايها الخونة، اما الكنائس فنحن نحميها ونحن نحرسها وديننا يأمرنا بعدم الاعتداء عليها.